اختتام المحادثات غير المباشرة بشأن ملف إيران النووي في الدوحة من دون التوصل إلى نتائج. نجاة مدير أمن لحج اليمنية من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه في عدن. المبعوث الأممي إلى السودان للحدث. محادثات المجلس المركزي والمكون العسكري وصلت لاتفاق بنحو 80%. المباحثات الليبية تختتم اليوم في جنيف وتوقع إعلان اتفاق على سلطة موحدة بقيادة بشأغة. جلسة تاريخية لحلف الأطلسي في مدريد اليوم وموسكو تعتبرها خطوة عدائية تجاه روسيا. أسعدتم أوقات المشاهدين، أحييكم مجددا من قناة الحدث، فأهلا بكم إلى ساعة إخبارية أخرى. في الدوحة انتهت منذ المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي تهدف إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي الإيراني دون التوصل إلى أي نتائج. وكالة التسنيم الإيرانية قالت إن ما منع حصول أي نتيجة يرجع لإصرار الجانب الأمريكي على نص اقتراح ورد في الجولة السابعة لفيينا لا يحدد أي ضمانات اقتصادية لإيران. وأضافت الوكالة الإيرانية إن واشنطن تسعى لإحياء الاتفاق النووي لتقييد تحقيق إيران مكاسب اقتصادية. بعد اعتقال قائد حماية الحرس الثوري الجنرال علي نصيري بتهمة التجسس، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجنرال الإيراني علي النصيري اعتقل لتسريبه معلومات سرية لإسرائيل. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الجنرال الإيراني المعتقل علي النصيري سرب مخططات تصميم صواريخ لإسرائيل. وجاء اعتقال الجنرال النصيري بعد شهرين من اعتقال عشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، حيث وجهت للمعتقلين اتهامات للاشتباه بهم في تسريب معلومات عسكرية سرية بما في ذلك مخططات تصميم الصواريخ إلى إسرائيل. إلى ذلك، كشف محلل استخباراتي لصحيفة جيروزاليم بوست أن طائرة الشحن الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين قد تكون مرتبطة بمحاولات الحرس الثوري لمهاجمة إسرائيليين في الخارج. ونقل التقرير عن مصدر أمني غربي أن الوحدة 840 والتابعة لفيلق القدس والمسؤولة عن عمليات إرهابية خارج إيران لها وحدة عمليات في أمريكا الجنوبية يديرها مسؤول يدعى سعيد محمد حسن وهو موجود في فنزويلا. كما أن قائد الطائرة غلام رضا قاسمي كان على صلة بالوحدة 190 والتابعة بدورها لفيلق القدس والمختصة بالاغتيالات أيضا وتهريب الأسلحة. وكان الأمن الأرجنتيني أعلن أوائل الشهر الجاري احتجاز طائرة بوينغ 747 تخضع لعقوبات أمريكية وهي مملوكة لشركة مهان الإيرانية ومؤجرة لفنزويلا. واحتجز في مطار بيونس إيرس وصدرت جوازات سفر 5 من أفراد الطاقم هم من الإيرانيين. عملية القتل ضد قيادات في الداخل الإيراني والتهديدات باستهداف الإسرائيليين في الخارج واحتجاز طائرة الشحن الفنزويلية في الأرجنتين أحداث يمكن الربط بينها وكلمة السر بين قوسين الحرس الثوري. صحيفة جيروزاليم بوست وتحت عنوان كيف ارتبطت طائرة الشحن الفنزويلية بمحاولات استهداف الإسرائيليين في الخارج أوردت عدة شواهد نقلتها عن مصادر استخبارية، أولها أن الوحدة 840 وهي التابعة لفيلق القدس والتي كان
حسن صياد خدائي أحد قادتها قبل استهدافه في طهران. لديها وحدة عمليات في أمريكا الجنوبية يديرها مسؤول يدعى سعيد محمد حسن وهو موجود في فنزويلا. ومن المعروف أن هذه الوحدة هي مسؤولة عن عمليات الاغتيال في الخارج ضد الأجانب أو المعارضين. أما الدليل الثاني وفقا للتقرير فهو قائد الطائرة المحتجزة غلام رضا قاسمي الذي كان على صلة بالوحدة 190 التابعة لفيلق القدس وهي الوحدة المختصة بالاغتيالات أيضا وتهريب الأسلحة. كشف التقرير أيضا أن الطائرة التي كانت تابعة لخطوط مهان إير الإيرانية قبل تأجيرها لفنزويلا تم تتبع مساراتها والكشف عن توقفها للتزود بالوقود خلال رحلتها، ما أثار المخاوف من أن الحرس الثوري كان يستغل محطات التوقف من أجل التزود بالوقود هذه لنقل عناصر ومعدات للوحدة 190 سرا. كما أكد أيضا عضو البرلمان الأرجنتيني جيراردو ميلمان الذي سبق وأعلن احتجاز الطائرة أنها كانت في مهمة استخباراتية وأن الإيرانيين على متنها كانوا يخططون لعمليات اغتيال. أيضا مشاهدينا وللتعقيب أكثر على هذه التقارير ينضم إلينا من لندن الأستاذ وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني. تعقيبك على ما ورد في هذه التقارير وهذه المعلومات حول تورط ربما الحرس الثوري الإيراني في عمليات متعلقة بتهريب السلاح وأيضا فيما يتعلق بالتوقف في أماكن للتزود بالوقود ومن ثم نقل معدات وسلاح وعناصر على متنها كما تبعنا. يبدو أن ضيفي غير جاهز، إذن مجددا أعود لضيفي الذي يرافقنا من لندن الأستاذ وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني. أستاذ وجدان، لست أدري إذا كنت قد استمعت إلى ما جاء في هذه التقارير التي استعرضناها منذ قليل، كيف تعلق على كل هذه المعلومات التي وردت في هذه التقارير؟ تحياتي لك أستاذ جزيل ولمتابعيك الكرام. نعم، ما أشرت له في التقرير هنالك ترابط كبير ما بين هذه الأحداث، الاغتيالات التي حصلت في الداخل الإيراني لاستهداف القادة الأمنيين وأيضا علماء نوويين وفي مجال الصواريخ مع ما تقوم به مجموعة فيلق الغوص التابعة للحرس الثوري الإيراني إن كان في فنزويلا أو كان في تركيا وحتى في العراق. هذه الشبكة هي مرتبطة فيما بينها، والنظام الإيراني هدد أكثر من مرة أنه سيقوم بالرد والانتقام لهذه الاعتدادات. لذلك أنه موضوع الطائرة الإيرانية، الطائرة الإيرانية هي في الأساس ما في فنزويلا هي ترتبط في هذا المجال لأنها تقوم بعمليات لوجستية وأيضا عمليات تمويل من خلال نقل وبيع المخدرات، لأن شركة ماهان هي معروفة بنقل المخدرات وأيضا نقل السلاح للميليشيات. ولذلك أنه المعلومات التي تم تسريبها للسلطات في أرجنتين يؤكد بأنه مدى النفوذ الإسرائيلي في داخل الأجهزة الأمنية الإيرانية. إلى أي مدى يعني أيضا كما شاهدنا من خلال التقرير حول إمكانية ارتباط الجنرال علي النصيري يعني بتسريب أخبار إلى الجانب الإسرائيلي يظهر بأن إيران مخترقة استخباراتيا وعلى وجه كبير؟ نعم، هذا الخبر يؤكد بأنه مدى نفوذ الاستخبارات بحيث استطاعت إسرائيل أن تقوم بتجنيد جنرالات كبار في داخل الأجهزة الأمنية لفيلق الغوص والحرس الثوري الإيراني، وهذا نموذج من نماذج كبيرة وكثيرة. ولهذا التغييرات التي حدثت مؤخرا في جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني يأتي في هذا الأطار، بحيث أصبح جهاز المخابرات وخاصة جهاز
حماية بيت المرشد بعد تسريب الوثائق التي تم التقاط صور منها على سجادة خامنئي، يؤكد مدى الاختراق الإسرائيلي إلى داخل بيت المرشد، ولهذا حصلت هذه التغييرات الكبيرة في داخل المؤسسة الأمنية التابعة للحرس الثوري الإيراني. لكن لا أعتقد بأنه من خلال هذه التغييرات يمكن السيطرة على النفوذ المخابراتي الإسرائيلي في داخل المؤسسة الأمنية وأيضا حتى داخل المؤسسة العسكرية. مثل هذه المعلومات برأيك أستاذ وجدان، فهي يعني هناك ثوابت وشواهد وأسماء بعينها، كيف يمكن أن تستثمر وكيف يمكن يعني أن تواجه إيران مثل يعني هذه الاتهامات برأيك؟ لا شك أنه إيران من خلال هذه الأسماء وتحاول أيضا الاستثمار بأنه جهاز المخابرات الإيراني أصبح لديه الإمكانية للوصول إلى رؤوس كبيرة في داخل المؤسسة العسكرية التي اخترقت جهاز الأمن الإيراني، وإرسال رسالة لجهاز المخابرات الإسرائيلي بأن لدينا الإمكانية الوصول إلى الرؤوس التي أنتم استطعتوا أن تزرعوها في داخل المؤسسات الأمنية وأيضا العسكرية في داخل إيران. لكن واقع الأمر يدل بأنه وخاصة بعد الهجمات السبرانية. نعم، يعني هنا اسمح لي نعم أن أسألك دور التكنولوجيا، وهل نحن اليوم أمام حرب من نوع جديد في ما يحصل؟ نعم، وهذا ما أكده بنيت في تصريح الأخير بأنه بدلا من استخدام 50 إلى 100 شخص لوحدة عسكرية لاستهداف بعض المنشآت، استطعنا من خلال مفاتيح الجهاز الكمبيوتر نستطيع اختراق مؤسسات وأيضا استهداف منشآت عسكرية واقتصادية حيوية في داخل إيران دون الضرر في أي جندي من الجنود الإسرائيلي. ولذلك أصبح الحرب الحديث هو عبر أجهزة الحاسوب لاستهداف الخصوم، وإسرائيل استثمرت بشكل كبير في هذا المجال، ولهذا شاهدنا أنه هنالك العديد من الحرائق بما فيها ما حدث اليوم في قوم، الحريق الهائل الذي حدث. كل هذه الأمور تأتي من خلال جهاز الحاسوب لاستهداف العدو في داخل أراضيه دون أن يقدم ضحايا. طبعا النقاش قد يطول في هذا الإطار ولكن الوقت انتهى. أشكر لك كل ما تفضلت به معنا من لندن وجدان عبد الرحمن، البحث في الشأن الإيراني، شكرا على المشاركة. في اليمن استهدفت سيارة مفخخة موكب اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج، وأفاد مراسل الحدث بنجاة اللواء السيد وسقوط 5 قتلى و12 جريحا في الانفجار الذي وقع في حي خور مكسر وسط العاصمة المؤقتة عدن. يذكر أن اللواء السيد نجا من محاولات اغتيال عدة في أوقات سابقة أغلبها سيارات مفخخة.
وللوقوف عند المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الانفجار لسيارة مفخخة في عدن ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل الحدث مرة جديدة رتفان بيس. رتفان أهلا بك مجددا، المعلومات الأوفى لديك لا سيما أنه يبدو أن هناك المزيد من القتلى، خصوصا كان هناك يعني حالات حرجة من المدنيين، تفضل. مساء الخير جزيل، نعم ارتفع عدد القتلى إلى 5 بينهم 4 مدنيين كانوا في أحد الحافلات أثناء الانفجار واستهداف موكب اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لاحج و12 جريحا، وما زالت المستشفيات أيضا تتحدث عن أرقام من الجرحى. نحن نقوم بالتواصل مع المستشفيات لرصد كافة الخسائر التي كانت في هذا الانفجار وهذا الهجوم الإرهابي على مدير أمن محافظة لاحج، لكن حتى اللحظة ارتفع القتلى إلى 5 بينهم 4 مدنيين وأيضا 12 جريحا من الجنود ومن المدنيين. الانفجار الذي حصل اليوم في مديرية الخور بكسر بسيارة مفخخة استهدف مدير أمن محافظة لاحج الذي تعرض لعدد من محاولات الاغتيال سواء كان بسيارة مفخخة أو عبوات الأباس بجزي. نعم نعم، هل هناك بيانات خرجت عن مجلس القيادة الرئاسي؟ هل من تصريحات؟ هل تكشفت أي معلومات حول الجهات التي قامت بهذا الانفجار، خصوصا وأن هناك تكرار في هذه الأعمال الإرهابية لا سيما في عدن؟ التصريحات فقط هي تصريح مدير الأمن محافظة لاحج اللواء صالح السيد يطمن الجميع بأنه بحالة صحية و بخير، لا يوجد هناك أي شيء. نجا من هذه العملية رغم أن الانفجار كان شديد، تحطمت السيارة المفخخة بشكل كامل، أيضا تدمير بعض المباني للمنطقة التي كانت فيها السيارة المفخخة. نحن ننتظر البيان الرسمي عدن عن آخر الخسائر والضحايا التي تسبب بها هذا الهجوم الإرهابي وهذه الحادثة الإرهابية التي حاولت اغتيال مدير أمن محافظة لاحج. نعم، أيضا يعني طبيعة المكان هو ربما كما تفضلت وذكرت بأنه بالقرب من كلية، هناك عدد من الشبان، هل اليوم فقط اللواء كان مستهدف أم فعلا يعني الشارع من أجل ترويع الآمنين في عدن خصوصا وأنها عاصمة الشرعية؟ جزيل، المرحلة الأخيرة السيارات المفخخة تستهدف القيادات المرزية، صالح السيد من أبرز القيادات العسكرية المعروفة التي حاولت اليوم السيارة المفخخة وهذا الهجوم الإرهابي قتل واغتيال صالح السيد، لأن القائد العسكري المعروف اللواء السيد في محافظة لاحج له باع طويل في محاربة الإرهاب في الأمن، ليس فقط في محافظة لاحج ولكن في عدد المحافظات والمناطق المحررة بما فيها العاصمة المؤقتة عدن والقيادات العسكرية الأخرى، وأيضا إقلاق السكينة وإظهار بأن العاصمة المؤقتة عدن بعد نجاح مشاورات الرياض بأنها ليست آمنة، وكل هذه من أجل إعطاء صورة مغلوطة عن ما يجري هنا في عدن. هل صدرت أي بيانات من قبل الجماعة الحوثية فيما يخص هذا الانفجار رتفان؟ حتى اللحظة لا توجد أي بيانات سواء من الحوثيين سواء من الشرعية، لكن نحن بالانتظار البيان الرسمي الذي سيصدر من هنا من العاصمة المؤقتة العدل لجنة الأمنية العليا والتي سوف توضح عن ملابسات هذا الانفجار وهذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدير أمن محافظة لاحج اللواء صالح السيد. نظرا لتكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية في عدن، هل بالنسبة للحوادث التي سبقت هذا الانفجار هل كان هناك من بيانات من جهات تبنت مثل هذه الأعمال؟ نعم، جزيل، الانفجارات الأخيرة والتي كانت هي على سيارات مفخخة وتحمل نفس البصمات سواء محاولة اغتيال محافظ العاصمة المحافظ عدن أمين وزير الدولة الأستاذ أحمد ملاس أو مدير عمليات المنطقة الرابعة أو حتى الانفجارات الأخيرة تحمل نفس البصمات. هذا الشارع الذي اليوم تم وضع سيارة مفخخة فيه هو يبعد حوالي 300 متر عن السيارة التي استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن قبل عدة الأشهر، البصمات نفسها والانفجارات نفسها لا تخرجت بيانات
تقول بالأمن عدن مع اعترافات بأن ميليشيات الحوثي هي من تقف وراء هذه الانفجارات في العمليات السابقة. لكن ما هو حاصل اليوم؟ نحن ننتظر بيان رسمي من اللجنة الأمنية العليا حتى يكون هناك بيان واضح، لأن البيانات السابقة كانت تتهم ميليشيات الحوثي وقالت بأن ميليشيات الحوثي هي من تستهدف بكل هذه السيارات المفخخة، وأظهرت أيضا أدلة على ذلك. نعم. انفجار اليوم ومحاولة اغتيال القائد العسكري، نحن بانتظار البيان الرسمي. شكرا لك لكل هذه الإيضاحات. كان معنا عبر الهاتف من عدن مراسل حدث الزميرة رتفان بيس. على كل حال سنكون دائما في متابعة لأي جديد قد يطرأ. شكرا لك رتفان. فاصل قصير نواصل بعده هذه النشرة، ابقوا برفقتنا. تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة، من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. أحييكم من جديد، فأهلا بكم في الشأن السوداني. وفي مقابلة خاصة مع قناة الحدث قال المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتز إن محادثات المجلس المركزي والعسكر وصلت لاتفاق بنحو 80%، مؤكدا أن الخلاف الرئيسي بين الطرفين يتعلق ببقاء العسكر بمؤسسات الدولة. يقولون أنه وصلوا تقريبا إلى 80% من النقاط المختلفة عليها، فطبعا أنا لست جزء من هذه المحادثات، وليست الآلية الثلاثية جزء من هذه المحادثات. إحنا كآلية رحبنا بهذه اللقاءات ومحادثات ومفاوضات، لأننا نفكر أنه إذا في عنصرين أساسيين بالصراع حول اتفاق سياسي أو حول السلطة، فهناك ضرورة أنه يجتمعوا، مثل ما رحبنا مثلا باللقاء بين حزب الأمة والميثاق الوطني. يعني كل طرفين إذا يصلوا إلى تفاهم فهذا يكون جيد، يعني التفاهم العام. أنا يعني تحليلي وعلمي أنه نقطة الخلاف الرئيسي هو حول ما أحيانا يسمى بمستويات السيادة أو مين يمثل السيادة، وطبعا مكان المكون العسكري في مؤسسات الدولة. وأضاف بيرتز أن تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي عنصر أساسي للحل في السودان، ولكنه ليس كافيا، لافتا في ذات الوقت على أنهم غير حياديين فيما يتعلق بالعودة إلى الوضع الدستوري.
يعني المجلس المركزي مثل الميثاق الوطني عنصر أساسي لحل مستدام، ولكن عنصر غير كافي. وإحنا نقول فطبعاً يمكن ما يكونوا مبسوطين جداً لما نقول هذا، نقول للمجلس المركزي مثلاً أنه أنتوا عنصر أساسي للحل ولكن مش عنصر كافي. إحنا غير مهيدين فيما يتعلق بالعودة إلى حالة دستورية، يعني هذا الهدف المشترك، ولكن إحنا غير منحازين لأي حزب. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها أصدرت أوامرها لقواتها من أجل التعامل بالقوة المدنية خلال المظاهرات التي دعت إليها لجان المقاومة والقوى السياسية غدا، مؤكدة اكتمال استعدادها لتأمين المواطنين والممتلكات والمواقع الاستراتيجية والسيادية ووضع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم التعرض لها أو الإخلال بأمن وسلامة المواطنين. كما ناشدت الشرطة قادة الحراك التزام التعبير السلمي في الميادين العامة والساحات المعدة لضمان عدم التعامل أو التصدي لها، وشرعت فعليا في اتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة تضمنت إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث ونشر قوات عسكرية وأمنية كبيرة، وذلك استباقا لإمكانية دخول المحتجين للقصر الرئاسي في عدد من طرق ولاية الخرطوم. من ناحيتها أعلنت لجان المقاومة عن جداول ومسارات المواكب المعلنة يوم الخميس، وقالت إنها ستتجه نحو قصر الرئاسة. وللحديث أكثر عن كل هذه التطورات وما جاء على لسان المبعوث الأممي بيرتس إلى السودان، ينضم إلينا من الخرطوم الأستاذ السابق بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء الدكتور معتصم عبد القادر. أهلا بك دكتور برفقتنا أو حضرة اللواء كما تريد. تصريحات المبعوث الأممي بأن المحادثات بين المجلس المركزي والعسكر وصلت إلى 80%، ماذا عن 20% الباقية؟ لك الشكر والتحية. وأنا أعتقد أن المبعوث الأممي جاء إلى السودان كي يكون حلاً للمشكلة السودانية، ولكن أعتقد أنه الآن صار جزءا من المشكلة، لأن التفويض الذي منح له من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن أن يأتي للسودان ويعمل على ترتيبات وضع دستور للسودان ومساعدة فنية في هذا المجال مع القانونيين والدستوريين والشعب السوداني وممثلي الشعب السوداني، وأن يعمل على الانتخابات من خلال الدعم الفني لمثل هذه العملية التي تجرى في أغلب الدول الحديثة، وأن يعمل في مجال المساعدات الاقتصادية وخصوصا في المجال الإنساني، وأن يعمل في مجال ترتيبات الأمنية المتعلقة بالسلام مع الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقية جوبا، ولكنه كثيرا ما يغرد بعيدا عن هذه المجالات ولم يفعل فيها شيئا. عندما أتى بالآلية الثلاثية، الآلية الثلاثية التي عقدت اجتماعاتها في روتانا في بداية هذا الشهر، تركها فجأة وأجلها إلى أجل غير مسمى، وتدخلت جهات أخرى مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في أن تعقد اجتماعات ما بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير بغرض ضم الحرية والتغيير إلى المفاوضات، مفاوضات الآلية الثلاثية، وحدثت بينه وبين الاتحاد الأفريقي خلافات معلنة أعلن عنها ممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، مع أن هنالك غموض وشفافية وعدم مصداقية في هذه. يعني نحن كنا نود الحديث عن 20% الباقية، يعني حضرة اللواء، المجلس المركزي يتحدث عن أن الإشكال هو في إقصاء العسكر، المجلس العسكري في السلطة، وبالتالي كيف يمكن التعامل مع هذه الإشكالية؟ هل من حلول وسط برأيك بين العسكر والمجلس المركزي، أي الحرية والتغيير؟ التجارب السودانية السابقة كانت
توكل مزالة مجلس السيادة إلى العسكر، وتوكل مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية للقوى المدنية مثل الحرية والتغيير أو غيرها. ولكن الحرية والتغيير في اتفاقها مع العسكر معبر عنه في الوثيقة الدستورية في يونيو 2019 طلبت أن تشترك في مجلس السيادة وأن تنفرد بمجلس الوزراء، وأحدثت إشكالا في الانتقال في السلطة من المرحلة الانتقالية إلى الانتخابات، وكان ذلك طلبا منها لأنها لم تكن تمتلك القوة الكافية وكانت تطلب فترة لتحقيق يعني نقطة مهمة أثرتها حضرت اللواء، نقطة مهمة أثرتها يعني تحالف الحرية والتغيير اليوم المجلس المركزي وفقا للمبعوث الأممي عنصر أساسي للحل في السودان، ولكنه ليس كافيا. بالتالي كيف يمكن اليوم التعاون بين المجلس المركزي والعسكر للمضي قدما في حل حلت هذه الأزمة وهذا الانسداد السياسي؟ موقف المكون العسكري واضح، عبر عنه هو المستشار الإعلامي للسيد رئيس مجلس السيادة بأن الحل لن يكون ثنائيا ما بين الحرية والتغيير وبين العسكر، هنالك قوى أخرى والمكونات الأخرى هناك قوة أخرى حتى لم تحضر، المكونات الأخرى لا بد أن تمثل. مشكلة الحرية والتغيير أنها تريد أن تنفرد بشراكة مع العسكر وتكرر التجربة. يعني وهنا اسمح لي يعني بهذه المداخلة، رئيس حزب الأمة قال بأن الحرية والتغيير ربما يعني لديها كل الزخم ولكن هي لا تتمتع بالخبرة الكافية، وبالتالي لابد من التعاون مع المجلس العسكري. هل ترى من أفق لهكذا حل؟ أنا أعتقد أن الحرية والتغيير إذا مضت في هذا الطريق ستطيل من أمد وجود المكون العسكري في السلطة، خاصة أن المكون العسكري يمسك بالاقتصاد بمؤسسات اقتصادية مهمة في السودان بالاقتصاد وبالعلاقات الدولية وبكل ممسكات القوى، هو ممسك بها. وأعتقد أن الحرية والتغيير عليها أن تتواضع وتعتبر نفسها جزءا من الحل. نعم وضحت الفكرة، أعذرني ولكن لا يمكن أن تكون الأولى. نعم أعذرني، انتهى وقتي. أشكر لك هذه المداخلة من الخرطوم، الأستاذ السابق بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء الدكتور معتصم عبد القادر الحسن، شكرا لك. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول الأمن في إقليم أمهر الإثيوبي قوله إن الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة المنطقة الشرقية بين البلدين، وذلك خلال عمليات اشتباك، فيما أفاد سكان محليون. نقلت عنهم الوكالة أن الجيش السوداني دمر قاعدة عسكرية إثيوبية هناك، وكان الجيش السوداني نفى ما نسب إليه من أخبار بشأن أسر جنود إثيوبيين والتحرك العسكري في منطقة القضارف. نستعرض تاريخ الأزمة السودانية الأثيوبية مع الزميل أشرف عبد الباقي من داخل الاستوديو. أشرف تفضل الكلام. تحياتي. أهلا. إذن مشاهدينا، تاريخ النزاع على الحدود السودانية مع أثيوبيا يعود إلى أكثر من قرن، عندما بدأت بريطانيا منذ احتلالها السودان بترسيم حدوده مع جيرانه، ومنذ تلك اللحظة يطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع أثيوبيا في منطقة الفشق بناء على اتفاقية 15 من مايو عام 1902. وعلى الرغم من أن الخلافات بين الدولتين حول قضايا عدة مثل أزمة سد النهضة وإقليم تجري، لكن الأثر الأكبر لهذه الخلافات تمحور عقب اتهام الحكومة السودانية أثيوبيا بإعدام 7 جنود ومدني واحد في 26 من يونيو الحالي، واتخاذ الخرطوم خطوات سريعة بإصدارها بيانا حاسما وصريحا استدعت سفيرها لدى أثيوبيا للتشاور، كما استدعت السفير الأثيوبي في الخرطوم للاحتجاج على الحادثة وقدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي. هذا التطور لا يمثل متغيرا جديدا في سلسلة الخلافات بين البلدين، فقد شهدت هذا توتر الحدود في مرحلته الأخيرة منذ أن أعلنت الخرطوم في 31 من ديسمبر العام قبل الماضي سيطرة الجيش على كامل الأراضي المتنازع عليها في منطقة الفشق الحدودية، كما اتهمت أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الأثيوبية في نوفمبر 2021، في حين
تتهم الخرطوم بعض المجموعات الأثيوبية المسلحة بمحاولة الدخول إلى المناطق المتنازع عليها، وتعددت صور التوتر في أوقات سابقة بعبور المزارعين الأثيوبيين الحدود لتنفيذ أنشطتهم الزراعية بدعم من الميليشيات الأثيوبية، بقدر ما عززت المخاوف الأمنية والعسكرية المصلحة المشتركة بين البلدين، فإن العامل السياسي هو الذي أضاف إلى تعقيدات أزمة الحدود السودانية مع أثيوبيا بعدا آخر، ويمكن ملاحظة ذلك بالنظر إلى الفترة الزمنية التي نشطت فيها إثارة قضية الحدود، قضية تتوسع يوما بعد يوم. نعم، ونحن سنكون دائما في متابعة لآخر التطورات والتفاصيل. شكرا لك أشرف. شكرا. السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قال أن المحادثات الليبية في جنيف أحرزت شيئا من التقدم لحل بعض القضايا الخلافية، معتبرا أنه قد يتسنى إجراء انتخابات عامة دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، وأن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة. First of all, I should say it's really a pleasure to be back. دعوني في البداية أعبر عن سعادتي لعودتي إلى طرابلس، وعند وصولي شعرت بشكل واضح بأن الناس يسعون لتحقيق نتائج ملموسة من اجتماعات جنيف. إنهم يشعرون أن الفرص تتلاشى أمام مختلف الأحزاب للاتفاق على أساس دستوري للانتخابات التي يريدونها بشدة، والتي يعرفون أنها ضرورية لتحقيق الشرعية السياسية في ليبيا. أعتقد أن ما رددته ستيفاني ويليامز بعد القاهرة هو أن هذه المحادثات أحرزت بعض التقدم لحل بعض القضايا الخلافية بشكل فعال. حميد الصافي وهو المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي كشف أن رئيس البرلمان عقيل صالح وخالد المشري رئيس مجلس الدولة سيوقعان اليوم مسودة واحدة واتفاقات غير مسبوقة ضمن محادثات جنيف، وأشار إلى أن الطرفين وصلا لاقتناع بضرورة تقديم تنازلات من بنود الاتفاق بين الرجلين، الاتفاق على سلطة موحدة بقيادة فتح بشآغ المكلف من مجلس النواب. ولتعقيب أكثر على كل هذه التطورات المتعلقة بالملف الليبي ينضم إلينا من القاهرة الباحث في الشأن الليبي محمد فتح الشريف. أهلا بك أستاذ محمد برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. يعني كما تبعنا من خلال آخر الأخبار التي وردت، وكأن هناك توجه يعني تغليب حكومة بشآغة وبرئاسة فتح بشآغة، هل ننتظر حكومة موحدة، نوع من دمج، حكومة مصغرة كان تم الحديث عنها، أم أن التوجه الآن ذاهب مباشرة إلى حكومة فتح بشآغة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وبكل مشاهدينك الكرام. أعتقد أن يعني التشاورات الموجودة بين رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح في جنيف حول النقاط الخلافية الأساسية المهمة في الملف الليبي وخاصة المرحلة الانتقالية، وأعتقد أن التوافق حول المرحلة الانتقالية في ظل التوازنات الموجودة على الأرض أمر صعب للغاية مع احترامي لكل التصريحات، لأن النقاط الأساسية الموجودة في الملف الليبي التي تتبلور حول من يدير المرحلة، من يصيغ قانون الانتخابات حتى في حالة التوافق على القاعدة الدستورية، من له الحق في صياغة قانون الانتخابات، هل سيذهبون إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبالتالي جماعة الإخوان ومن يقف خلفها أعتقد أنهم يسعون بكل قوة لعدم وجود يعني قانون يخدم خاصة المشير خليفة حفتر أو من يريد أن يترشح في هذا الإطار، وبالتالي عندما نقول أن التوافق قد يحدث اليوم أعتقد أن هذه الأمور على الأرض ومن خلال قراءة المفردات وقراءة الأطروحات التي طرحت حول هذا الملف تؤكد بما لا يدع مجال للشك على أن التوافق سيكون أمر صعب جدا، قد يتم يعني التوافق حول نقطة أو اثنين، ولكن النقاط الجوهرية الأساسية الموجودة في الملف الليبي والتي للأسف الشديد لم يضغط فيها المجتمع الدولي حتى يتم إقرارها لا تزال موجودة ولا تزال نقاط خلاف حتى اللحظة، وأعتقد أن
أن المسودة الختامية أو الاتفاقات لن تتضمن التوافق بشكل كامل على كل ما طرح، وخاصة فيما يتعلق بشروط الترشح ومن الذي سيصيغ قانون الانتخابات، هل سيكون حق لمجلس النواب فقط أم سيشاركه في مجلس الدولة، بالإضافة إلى النقطة الأهم وهو من يدير المرحلة الانتقالية الحالية، وخاصة في ظل إصرار الدبيبة وهناك بعض القوى أو بعض الدول التي تساند هذا الإصرار، وبالتالي الملف الليبي يحتاج هل إلى نستطيع القول بأن الغطاء الدولي والاتفاق. نعم الغطاء الدولي للدبيبة بدأ يتضاءل بعدما سمعناه من يعني أعتقد أن نعم يعني أعتقد أن المجتمع الدولي يعني خلط الأوراق، وكانت أوراق الاتفاق أقرب قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي عندما تظهر المصالح في أي ملف أعتقد أن الانسداد السياسي يكون أقوى، ومواصلة عدم وجود أطروحات حقيقية تخدم المصالح الليبية وتؤكد على ما تقوم به القوى الوطنية على الأراضي الليبية تكون صعبة، لأن الأمور متضحة جدا في أن المجتمع الدولي لم يتفق، وأن الفجوة ظهرت بشكل واضح في بيان مجلس الأمن، في بيان دول الخماسي، في كل الأطروحات السابقة، وبالتالي التوافق حتى على القاعدة الدستورية، لأن القاعدة الدستورية أحد المحاور وليست كل المحاور، وبالتالي القوى الموجودة على الأرض التي تخلق التوازنات والتي تضغط على الأطراف السياسية التي تتشاور حول التوافق أعتقد أنها لا تزال حاضرة ولا تزال النقاط الخلافية موجودة، وبالتالي من ذلك يعني هناك حديث عن الذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، كيف تعلق على ذلك؟ يعني أعتقد أن جماعة الإخوان والمشري لا يريدون أن يكون هناك انتخابات رئاسية، هم يريدون أن يبحثوا عن انتخابات برلمانية فقط، لأن الانتخابات البرلمانية قد تخدم مصالحهم، أما الانتخابات الرئاسية الحالية لن تخدم مصالحهم إلا في حالة موافقة المستشار عقيلة صالح على ما يريده الطرف الآخر، وهذه الحالة أعتقد أنها ستمكن جماعة الإخوان من مقاليد الحكم وتمكن الميليشيات والتجمعات الموجودة في طرابلس، وبالتالي نقول قولا واحدا أن الانتخابات في ليبيا لن تتم الرئاسية خاصة على القانون الذي طرحه مجلس النواب، ومن المفترض أن يكون هذا القانون هو لأن الليبيين عليهم أن يختاروا دون أن يكون هناك عواقب ودون أن يكون هناك يعني أشياء تمنع بعض المرشحين الوطنيين من الترشح، وبالتالي هذه النقطة الخلافية الحقيقية وهذا هو المشهد الحقيقي خلال حل الأزمة السياسية، ولكن هناك تداعيات على الأرض أخرى، هذه التداعيات قد تفرض مشهد مغاير في المستقبل. نشكر لك كل ما تفضلت به من مداخلة من القاهرة، كان معي الباحث في الشأن الليبي محمد فتح الشريف، شكرا لك. نشير مشاهدينا إلى هذا العاجل، مصادر الحدث تتحدث عن تفكيك سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير في خور مكسر بعدن. بالعودة إلى الملف الليبي، ومع كل تلك الخلافات في ليبيا دفع الجمود السياسي وتردي الخدمات الحكومية عددا من الليبيين للانخراط في دعوة للعصيان المدني بجميع أنحاء البلاد يوم الجمعة المقبل، بهدف ما قالوا إنه إسقاط مجلسي النواب والدولة وحكومتي عبد الحميد دبيبة وفتحي بشآغة. الدعوة تبناها حراك سياسي شعبي في شرق البلاد، لكنه لم يكشف عن هوية منظميه لدواعي أمنية. الداعون للحراك طالبوا بإسقاط الأجسام المتحكمة في المشهد السياسي والتي اعتبروها معرقلة لمسيرة الإصلاح في ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية. نشرتنا مستمرة، فيها أيضا بعد الفاصل. طفل في الثامنة يقتل طفلة تبلغ عاما فيما كان يلهو بسلاح والده في أحد فنادق فلوريدا. نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي
الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن. ميليشيا الحوثية أساسا لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامدا رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني. فأهلا بكم. انطلقت اليوم أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد بحضور أكثر من 40 قائد من دول الناتو، وتناقش قمة مدريد المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف لتعزيز قدراته الدفاعية وتعزيز مواقع وقوات الحلف في دول المنطقة الشرقية. كما تناقش القمة خطة دعم عسكري شامل للقوات الأوكرانية وحيثية انضمام فنلندا والسويد للناتو وتعزيز الشراكة مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن خلال مباحثات مع الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ في قمة مدريد أن بلاده ستعزز قواتها في أوروبا لتصل إلى 100,000. نؤكد بإصرار على وحدة تحالفنا مع الناتو للدفاع عن وحدة أراضينا. سنرحب في هذه القمة بانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. الولايات المتحدة ستعزز قواتها في أوروبا لتصل إلى 100,000، كما أننا سننشر سربين من مقاتلات F-35 في بريطانيا، وسنزيد عدد المدمرات في قواعد إسبانيا البحرية من 4 إلى 6 مدمرات. بدورها اعتبر الأمين العام لحلف الناتو أن عزم الولايات المتحدة زيادة قواتها في أوروبا يؤكد جديتها في الدفاع المشترك عن القارة، معتبرا أن أبواب الناتو مفتوحة وروسيا لم تنجح في إغلاقها. عزم الولايات المتحدة بزيادة قواتها في أوروبا يؤكد جديتها في الدفاع المشترك عن أوروبا. في هذه القمة ستكون لنا قرارات تاريخية، وسنضع خطة استراتيجية دفاعية جديدة. أبواب الناتو مفتوحة وروسيا لم تنجح في إغلاقها. الموقف الروسي جاء على لسان نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف الذي اعتبر أن قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد تؤكد عدائية الحلف حيال روسيا، واصفا توسيع عضويته إلى فنلندا والسويد بأنه خطوة مزعزعة للاستقرار إلى حد كبير، مضيفا في الوقت ذاته أن قمة مدريد تعزز مسار الاحتواء العدواني الذي ينتهجه الحلف حيال روسيا. كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بتجميد أي إجراءات محتملة ضد إسرائيل إلى حين الانتهاء من لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في بيت لحم منتصف الشهر المقبل. وأكدت المصادر أن الرئيس الفلسطيني قرر بناء على ذلك تجميد تطبيق قرارات المجلس المركزي مرة أخرى. وأوضحت المصادر أن عباس سيعرض القرارات على بايدن وسيبلغه أنه ماض في تطبيقها إذا لم تقوم
تقوم أمريكا بإجراء من شأنه أن يدفع عملية السلام إلى الأمام ولم تفي بوعودها السابقة التي قطعتها للفلسطينيين. كما سيطلب عباس من بايدن الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال الأحادية والدفع بعملية السلام وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، بالإضافة إلى رفع المنظمة عن قائمة الإرهاب. وبحسب المصادر فإن الرئيس الفلسطيني يفكر بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بما يشمل تجميد الاعتراف بإسرائيل بغض النظر عن تداعيات ذلك إذا فشل الضغط الأمريكي. في مدينة الحسكة السورية استفاق السكان صباح الثلاثاء على ملصقات ومنشورات مناهضة لحزب الله رافضة لمحاولة إيران والحزب تجنيد أبناء المحافظة وشراء ولائهم. المنشورات ألصقت في المنطقة التي تسيطر عليها قوات النظام والتي تعرف باسم المربع الأمني، وفتح حزب الله باب التجنيد في صفوفه لأول مرة منذ تدخله العسكري في سوريا لتجنيد مقاتلين سوريين، وحدد عمر التجنيد بين 15 و20 عاما. تتابع قوات حفظ السلام في لبنان يونيفيل تقارير أعلامية حول تعرض مؤسساتها لهجوم سبراني في لبنان، وأكدت المنظمة الأممية للحدث أهمية أمنها السبراني وحماية وثائقها. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس اتهم ميليشيات حزب الله اللبنانية بتنفيذ هجوم إلكتروني استهدف تعطيل مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. سأكشف اليوم عن الأنشطة الخبيثة الأخيرة التي قامت بها المؤسسة الأمنية الإيرانية بالتعاون مع حزب الله في محاولة لتعطيل عمليات اليونيفيل في لبنان، إذ شنوا عملية إلكترونية بهدف سرقة مواد عن أنشطة اليونيفيل وانتشارها في المنطقة لاستخدام حزب الله، وهذا هجوم مباشر آخر من جانب إيران وحزب الله على لبنان. نؤكد أن وحدة إيرانية يديرها الحرس الثوري الإيراني تم الكشف عنها قبل نحو عام تهدف لإلحاق أضرار بسفن ومحطات وقود ومنشآت صناعية في عدة دول غربية منها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، ونفذ هذا النشاط بتوجيهات مباشرة من القيادة الإيرانية. لبنانياً، هاجم أعلام الرئيس اللبناني ميشيل عون رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وقال إنه قدم تشكيلة حكومية بقصد عدم الموافقة عليها، ومؤشر على عدم رغبته بتشكيل الحكومة قبل انتهاء ولاية عون الرئاسية في شهر أكتوبر المقبل. هذا وكان ميقاتي أعلن أنه سلم التشكيلة الحكومية المقترحة إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون. على ضوء الاستشارات النيابية اللي قمت فيها بالأمس غير ملزمة، ووجدت أن الخيارات ضيقة جدا وأن الوقت كمان مهم جدا، على ضوء ذلك جوجلت الأفكار التي طرحت خلال الاستشارات وزرت فخامة الرئيس، تشرفت بلقاء فخامة الرئيس هالصباح وسلمت تشكيل الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف بالذات. وهيئة يعني تعلمون وأعلم كم الوقت هو مهم، فطلب خامة الرئيس أن يدرسها ويعود إلي بها. إلى الولايات المتحدة، حيث أقدم صبي يبلغ من العمر 8 سنوات في ولاية فلوريدا على قتل رضيع في سنته الأولى وإصابة فتاة بجروح. وأعلن بيان للشرطة أن الحادث وقع الأسبوع الماضي عندما كان الصبي يلهو بمسدس والده داخل أحد الفنادق بمنطقة إسكامبيا. وأضاف البيان أن والد الصبي رجل أربعيني ذي سوابق جرمية، وأنه وجهت إليه تهم الإهمال وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني وإخفاء الأدلة. جددت دراسة بريطانية التأكيد على أن اللقاح أفضل طريقة أو اللقاح لتجنب المضاعفات الخطيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا. وأوضحت الدراسة التي مولتها الحكومة البريطانية أن الفرق الرئيسي بين الملقحين وغير الملقحين كانت الحمى، وهو أمر يشير إلى مشكلة أكثر خطورة، وأن غير الملقحين
أبلغوا عن عدد أكبر من حالات الصداع والتهاب الحلق مقارنة بأولئك الذين تلقوا جرعتين أو أكثر من اللقاح، ويتم الإبلاغ عن عدد أكبر من الحالات لدى الشباب الذين عادة ما يبلغون أو يبلغون عن أعراض طفيفة، في حين أن أعراض الإصابة يمكن أن تختلف قليلا من شخص إلى آخر كما هو معروف. في ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها. تضارب في المعلومات حول فشل المحادثات غير المباشرة بشأن ملف إيران النووي في الدوحة. نجاة مدير أمن لحج اليمنية من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه في عدن. جلسة تاريخية لحلف الأطلسي في مدريد اليوم، وموسكو تعتبرها خطوة عدائية تجاه روسيا. المبعوث الأممي إلى السودان للحدث، محادثات المجلس المركزي والمكون العسكري وصلت لاتفاق بنحو 80%. المباحثات الليبية تختتم اليوم في جنيف، وتوقع لإعلان اتفاق على سلطة موحدة بقيادة بش آغا. ندعوكم دائما لمتابعة قناة الحدث المزيد بعد قليل. إلى اللقاء.